الله. نروح بقى مع حضراتكم لفريق الشباب لكرة اليد مواليد سنة 2000 بالنادي الأهلي، وعندنا يعني خبر يفرح جدا يخصهم. الفريق نجح في تحقيق لقب بطولة كأس مصر بعد أن تغلب على نظيره فريق الشمس طبعا في المباراة اللي أقيمت بين الفريقين امبارح في نهائي البطولة. وحرص الدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد على حضور هذه المباراة، وقدم خلالها الفريقين عرض قوي جدا قبل أن تنتهي بفوز النادي الأهلي بنتيجة 30-29. بعد نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني واللاعبين كأس البطولة وميداليات المركز الأول، وطبعا احتفل الكل باللقب اللي نجح الفريق في تحقيقه بعد مسيرة مميزة جدا خلال مشواره نحو هذا اللقب.